في مؤتمر صحفي نظمه المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس، تم الإعلان عن الموقع الجديد للبوابة الإلكترونية لحكومة دولة قطر باسم حكومي. مزايا كثيرة يقدمها هذا الموقع للمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والزائرين للوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية الخاصة بدولة قطر بسهولة وفي أي وقت. حسام خلف الله والتفاصيل. تدخل دولة قطر في الوقت الراهن مرحلة جديدة من خلال تدشينها للبوابة الحكومية الجديدة لدولة قطر على الإنترنت حكومي، حيث تمثل هذه البوابة مصدرا موحدا للحصول على كافة المعلومات والخدمات الحكومية عن طريق الإنترنت، إضافة إلى بعض الخدمات الجديدة مثل خدمات السجل التجاري للأفراد والشركات، كما تتضمن معلومات دقيقة عن معظم المؤسسات الحكومية بما فيها الوزارات والهيئات والمجالس المختلفة. تتيح بوابة حكومي للمستخدمين فرصة الحصول على المعلومات والخدمات لأربع شرائح مختلفة، هم المواطنون والمقيمون ورجال الأعمال والزوار. وبهذا تمثل البوابة مركزا موحدا للحصول على المعلومات لمختلف الفئات، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات التي ستضاف مع مرور الوقت. بالنسبة للدعم أو التعاون بين وزارة الداخلية وبين بوابة الحكومة الإلكترونية موقع حكومي، كان من خلال كم المعلومات أو الداتا اللي عن وزارة الداخلية وإداراتها الأمنية المختلفة، وأيضا عملية الاستفسار عن النماذج، جميع النماذج اللي تصدرها وزارة الداخلية موجودة الآن على موقع حكومي إن شاء الله. تشهد دولة قطر تطورا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في الفترة الأخيرة، مما يستلزم أن يصعب هذا التطور تطورا تكنولوجيا في الخدمات التي تقدمها الدولة لكل من يعيش ويعمل بها، لمواكبة مسيرة التطور والإسهام في جعل مؤسسات القطاع الخاص أكثر قدرة على المنافسة.